حمص حي الخالدية، قطة الثورة التي أصيبت جراء القصف العشوائي من عصابات الأسد. لقاء مباشر. مرحبا. أهلين. تحبين تير الشال الأسد؟ والله ما أعطيه وين عن وين عن أبوي. لك ليه ما بتحبيه؟ ليك ربيته حتى أنا وضبحني بالليكة بالشظية. ليك ربيته أنا العيشي، تعال شوفه شوارع بهدلي. شلون قصفك بشار الأسد؟ بالهاون وبالصواريخ. طيب شو بتقولي له؟ الله يلعن روحك يا خاب، وينزعنا نخلف ونخلف نفتو.